حنا استنفدنا جميع الطرق السلمية درها الممرض المغربي باش الوزارة الصحة والحكومة المغربية تسمع المطالب ديالو. ما بقى لنا إلا حل وحيد، درنا الإضراب، الاعتصامات الوطنية، الاعتصامات الجهوية، وقفات وطنية، وقفات الجهوية، رسلنا جميع الفرق السياسيين، جلسنا مع جميع الفرق السياسيين، ومازال وزارة الصحة سادة ودنيها علينا، مازال حد الآن الوزير مازال حد الآن ما بغاش يجلس معانا باش نحلوا هذا المشكل، لأن فغيمو الممرض المغربي كيتعرض لحيف كبير. دابا ما بقى لنا إلا حل واحد، هو الإضراب مفتوح. وفي البيان ديال الحركة ما نحن مجبرين، ما لقيناش شي طريقه واحده اخرى بانها ممكن الوزاره انها تهبط عندنا وتستجب لنا المطالب ديالنا وتسمع صوت الممرض المغربي، لانه في الاول وفي الاخر هو باغي مصلحه ديال المواطن، لانه هذا الشيء هذا كيضر بهذا الاضراب هذا، حنا مجبرين عليه ومكرهين عليه. ان هي ما بغاتش تكون في الاول تجلس معنا سوغ طابل نناقشوا هذا الشيء هذا ونخرجوا بحل يرضي الجميع وكيصب في مصلحه الجميع، ما نقدروش ما نخرجوش بالاضراب مفتوح. دابا تنقولوا لها هكا بصريح العباره، حنا غادي داخلين في الاضراب مفتوح، ان هاي 3 ايام دابا ساليناها ولا مازال ما بغاتش، الا مازال ما بغاش يهديها الله، راه حنا ما زعما تنقولوا مواطن المغربي راه ماشي هذا وجهدنا، زعما ما نقدوش ما خلاش لينا شي حل واحد اخر. كنتمنوا بان وزاره دير عقلها وما تخليناش نوصلوا لديك الخطوه. ويا شباب الحريه، ويا شباب الحريه. اذا المطالب ديالنا هي 6، الاكثر استعجاليه هو الانصاف التعويض على الاخطار، لانه لا يقبل وغير مقبول ولا يعقل انه الممرض المغربي تقاضى واحد التعويض على الاخطار اللي هو هزيل جدا، ومقارنه مع باقي الفئات وكيبقى يعني لا يرقى. اقل حاجه ممكن اننا نقولها انه لا يرقى لانتظارات الممرض. اذا هذا التعويض على الاخطار كيبقى قار مده ديال الاشتغال ديالو كامله، في الوقت اللي فئات اخرى هذاك التعويض فقط ديال الاخطار ديالها كيساوي الاجره كامله ديال الممرض، يعني هذا غير مقبول، علما اننا كنزاولوا المهن ديالنا يعني جنبا الى جنب، الاخطار يعني كنتعرضوا لها كاملين على حد سواء، لا يعقل ان التعويض على الاخطار يختلف من فئه الى اخرى. هذا من جهه ديال التعويض على الاخطار. فيما يخص مصنف الكفاءات والمهن والهيئه الوطنيه لممرضين وتقني الصحه، هذه في ظل هاد الفوضويه اللي ولاو كيشتغلوا فيها الممرضين، يعني نظرا لاختلاط المهام ديالهم، نظرا لظهور فئات اخرى يعني غير خريجي معهد تكوين ديال الاطر في الميدان الصحي، يعني لي ديسبيت التسميه الاخيره ديالها، يعني هاد الفوضويه هذه الممرض المغربي كيطلب من الوزاره يعني طلب بسيط، يعني ما غيكلف ولا درهم واحد، انه بغى قانون انه اللي كينظم له المهنه ديالو وكيحمي المواطن وكيحميه هو كمزاول لهذه المهنه ديال التمريض، يعني طلب ماشي كبير بزاف. مصنف الكفاءات والمهن وهيئه اللي كتاثر هذا الممرض وكتعاقبه، هو اول واحد تقدر هذه الهيئه تعاقبه الى اخل بالالتزامات ديالو بالواجبات ديالو. يعني ترقيه كذلك، يعني نسق الترقيه ديال الممرض هو نسق يعني ما كيحترمش الكرامه ديالو، يعني كنترقاو في 6 سنوات وواحد النسبه ديال 13%، يعني هذا غير مقبول، يعني مقارنة بالحجم ديال الخدمات يعني اللي كنقدموها للوطن ديالنا. الوزارة هي الوزارة هي وبالليالي ديالي 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 ديالي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.